تجاهل متبادل بينه وبين نجم مصر، ومش عاجبه انه مرموش هيعمل عملية وداخل على خناقة مع الاهلي. حسام حسن ظالم ولا مظلوم؟ من وقت ما وقع الاختيار على حسام حسن بقيادة منتخب مصر الاول، واتحط تحت ضغط ما بين انه يحقق احلام الجماهير ويصعد كأس عالم او انه يفشل زي اللي قبله، طريق حسام حسن مش مفروش بالورد خالص. واحنا هنا مش بنتكلم جوه الملعب بس، لا ده كمان برا الملعب. اول مشكلات حسام حسن من ساعة ما مسك المنتخب كانت مع نجم منتخب مصر محمد صلاح. كان حسام وابراهيم انتقدوا محمد صلاح وقت كأس الامم الافريقية، وده الامر اللي اثار غضب نجم منتخب مصر محمد صلاح، وقرر انه ما ينضمش للمنتخب وانه يتجاهل اتصالهم ويقضي فترة راحة في انجلترا. والموضوع ده خلى حسام وابراهيم يغضبوا جدا وقرروا يتجاهلوه زي ما تجاهلهم، لدرجة اننا بقينا نسمع اخبار محمد صلاح مع المنتخب من وزير الشباب والرياضة مش من اتحاد الكرة او مدرب المنتخب الوطني. تاني المشاكل اللي هتواجه حسام حسن هو صدامه الوشيك مع النادي الاهلي، عشان هو كان عايز اللعيبة تنضم بدري عن ميعاد الأجندة الدولية بأربع أيام، بحجة إن فترة التوقف الدولي مش كافية من وجهة نظر حسام حسن، وده هيخلي الأهلي يرفض الطلب، عشان كان في اتفاق جنتلمان إن المعسكر اللي فات بين مدرب الأهلي كولر وحسام حسن، وكان على طريقة تدريب معينة للعيبة الأهلي عشان الإرهاق، لكن حسام حسن ما عملش أي حاجة من الاتفاقات اللي حصلت بينهم، وده خلى في حالة غضب داخل النادي الأهلي ناحيته، وخلى الأهلي يقرر ما يبعتش اللعيبة الدولية غير في الوقت القانوني اللي قالت عليه الفيفا. أي نعم الموضوع ما بقاش رسمي من النادي الأهلي، لكن ده المتوقع وكل المصادر القريبة بتقول كده. وتصريحه الأخير حوالين عمر مرموش نجم منتخب مصر، إن اللاعب قال للمدرب إنه هيتأخر في الانضمام للمنتخب عشان هيعمل عملية في إيده، بس حسام وإبراهيم بلغوه إنه يؤخر العملية 10 أيام، ورد مرموش إن النادي حجز ميعاد للعملية وده شيء منطقي، بس الموضوع ما جاش على هوا حسام حسن واستنكر الموضوع في المؤتمر الصحفي وانتقد اللاعب.